دلوقتي عادل وهبه بقى متفاهمين على كل حاجه، والحمد لله الميه بينهم رجعت لمجاريها. الحمد لله. وعادل رجع شغله بقوه، وانا جاي النهارده يا دكتور عشان اعرف طلباتك، واعتبر ان طلباتك دي اوامر. استاذ رمزي احنا ملناش اي طلبات، وزي ما انت قلت اهم حاجه ان الميه رجعت لمجاريها بينهم والحمد لله. انا بقول ايه، ما نقرا الفاتحه دلوقتي ونسمع زغروطه كده تفرح قلبنا يا جماعه ولا ايه؟ وبعد كده كتب الكتاب والدخله في اقرب وقت. ها ايه رايكم يا عرايس؟ انا شخصيا اللي تؤمر بيه هبه انا موافق عليه. وانا بقى شخصيا ليا طلب، واعتقد ان الدكتور ايمن وهبه هيوافقوني الراي فيه. طلباتك اوامر يا دكتور. في الحقيقه انا كنت عايزه ان احنا ناجل كتب الكتاب والفرح والخطوبه وكل الحاجات دي لغايه ما معالي الوزيره وفاء ترجع من السفر، لان وفاء دي حبيبتي وصديقه عمري، وكمان هي بتعتبر هبه زي بنتها، وهبه بتعتبرها خالتها. وانا بايد نفس الراي. وانا كمان بايد نفس الراي. خلاص يا دكتور سيبنا من ده كله بقى، وانا جاي عشان اسمع طلباتك، وزي ما قلت لحضرتك طلباتك اوامر. وانا زي ما قلت لحضرتك برضو احنا ملناش اي طلبات، الا ان ربنا يسعدهم ويهنيهم ويوفقهم طول العمر. بسم الله ما شاء الله يا معالي الوزيره، امبارح والنهارده بفضل مجهودات معاليكي عملنا بروتوكولات واتفاقات هتعمل طفره مهوله في مجال السياحه في مصر. المهم النهارده وبكره وقبل ما فعاليات المؤتمر تنتهي عايزين نعمل اجتماعات مع اعضاء الوفود، عايزين نمضي معاهم ملحق اتفاقيات لتفعيل البروتوكولات اللي انجزناها امبارح والنهارده. الملاحق دي معاليكي ملحوق عليها، بس يعني كنت بستأذن حضرتك يعني ان احنا النهارده وبكره ناخدوا شوبينج، وبعد كده عن طريق الايميلات نبقى نعمل الملاحق. متهيألي يا جماعه احنا جايين هنا على نفقه الدوله في مهمه رسميه مش في جوله شوبينج، والنهارده وبكره ولحد ما تنتهي فعاليات المؤتمر كل واحد فينا لازم ينفذ المهام الموكله ليه بكل تفاني واخلاص. بعد كده هيبقى عندكم برضو نص يوم ممكن نعمل فيه الشوبينج اللي احنا عايزينه. ودلوقتي اعتقد عندنا ربع ساعة بس لحد ما نجتمع مع رؤساء مجالس ادارة شركات السياحة الاوكرانية، يعني عندكم بريك ربع ساعة. اوامر معاليك يا معالي الوزير. زي ما توقعت، بعد ما عرضت الموضوع على القيادات السياسية بكل تفاصيله تقرر ان القانون ياخد مجراه مهما كانت شخصية ومنصب ونفوذ اللي بتشير إليه أصابع الاتهام. طب تعليمات وأوامر معاليك يا معالي الوزير. القانون ياخد مجراه يا سيادة العميد.